جاء في قول الله تعالى ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أي بجد واجتهاد نحقق به وعلى علم من الله أني له أهل وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وذكر الحديث الطويل فيه فوائد. حديث الأبرص والأقرع الأعمى، من يذكر لي ما هو الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ يوجد فرق في الرواية، ما هو الفرق؟ اللي قرأ الحديث حديث إن ثلاثة بني إسرائيل، القصص تذكر لنا للعبرة والاتعاظ لا للقصص فقط، وإن ثلاثة فأراد الله أن يبتليهم إذا النعمة ابتلاء. ما الفرق في الرواية بين الثلاثة؟ في فرق. بسم الله ثالث منهم أوقف، من هو الثالث الأعمى؟ ما الفرق؟ إنه شيخ حمد نعمة الله هو أكرم، هذا فرق. الفرق الثاني أنه نسب النعمة لله عز وجل، هذا الثاني الفرق. قبل الفرق الأول اجلس، تعال الفرق الأول. الفروق، الأعمى قبل أن تعطي النعمة ماذا قال؟ أن يرد الله علي بصري، صح؟ أما الأول الثاني ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. إذا قبل النعمة متعلق بمن؟ الأعمى والأبرص والأقرع لا، ما في تعلق. بعد النعمة كان التذكير بالهيئة وبالكلام، جاءه في هيئته وفي صورته، ايش بقي أكثر تذكير منها؟ قال لعل أعرفه، ألم تكن؟ قال لا، أنكر بالقلب واللسان وجاء من صاحب السمع. الأعمى مجرد رأى الأعمى عرف نعمة الله سبحانه وتعالى. قال قد كنت أعمى، ما قال له شيء إلى الآن، قال قد كنت أعمى، ها فرجع البصر، قال لا، قال فرد الله علي بصري ثم شكر النعمة بالجوارح وباللسان وبالاعتقاد. قال ها فخذ ما شئت ودع ما شئت، لو يأخذ بين الجبلين فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لمن؟ قال تريد تأخذ لله، خذ لغير الله، لا لا أعطيك. قال قد رضي الله عنك، لو تنفق كل أموالك والله هذا ليس بشيء، الإنفاق أمام رضا الله، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. كيف كان أصحابا له؟ كيف؟ لأن الصحبة تطلق على مطلق المشاكل. الصحبة هنا في ماذا؟ في الابتلاء. يقول هذا صاحب هذا لا أعرفه، لكن هم في الجامعة الإسلامية، وهذا صاحب هذا لأنه من دولة واحدة، وهذا صاحب هذا لأنهم يعملوا في مكان واحد. مفهوم؟ نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه الصلاة والسلام، أو الإنس لا يتزوج إلا بإنسية، استدل به الأمين الشقيق رحمه الله بهذه الآية أن الجن لا يمكن أن يتزوج بإنسية ولا العكس. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو أن الإنس يتزوج بإنسية ليسكن إليها سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. وألفاظ الكتاب والسنة كناية عن ما يستقبح ذكره، ولن تجد نصا واحدا في كتاب والسنة ذكر ما يستقبح ذكره. وهذا رد يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض الوعاظ، يأتي بقصة وفلان التقى بفلانة ووصفها كذا وكذا وفعل كذا وكذا، يثير الشهوة عند هذا ولا يجد نصيحة. تنبيه لكم ولي شيخ الإسلام، خلاصة الكلام أنا أبين لكم، بعض الطلاب يعني هذا الأخ يأتي لها، هذا مسكين يا رجل عزوبي وجالس هنا في المدينة ويعني مسكين، الله يكون في عونه، فهذا يجي يقول اسمع ترى الشهر القادم شهر ثلاثة عندنا عيد في دولة كذا، العيد هذا في كل شيء
كل شيء يخطر على بالك مشاعر. والله لو تعرف ورأيت اللي رأيت يا رب كيف تكون الجنة. هذا مسكين ما يستطيع يتحمل. قال متى هذا؟ أعوذ بالله متى؟ قال شهر ثلاثة فرنش يوم كذا. قال الله يجزاك خير. يسافر ومن السبب؟ هذا في صورة إنكار المنكر. هذا لأنه يصف له وصف دقيق. وهذا يجي لهذا المسكين يقول له اسمع والله شفت هذا البيت اللي جنبنا أعوذ في واحدة والله لو تأتي اليوم بعد العشاء تمشي معك. أعوذ بالله أي وقت بعد العشاء يعني 9:30 كذا. قال تمام والله تضحكوا والله يحدثني عن هذا رجل كان يعمل في هيئة الأمر. قال جاءنا رجل يشتكي وكان معنا رجل من العمال في الهيئة يقول قال البيت كذا كذا كذا. يقول رئيس الهيئة يعني كأنه لا يسمع لهذا قال خلاص امشي. يقول بعد 3 أيام ذهبنا إلى هذا البيت أمسكنا صديقي. من السبب؟ هذا في صورة الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان إيش؟ قال علماء التفسير ضعيف إيش؟ في شأن الإنسان ما يستطيع يتحمل. ولهذا قال بعض السلف اسمعوا ما يقول السلف قال جنبوا مجالسنا يعني طلاب العلم عزاب ما يقرأ في كتاب النكاح أبدا. تقرأ في الجنة في النار في الرقائق أبدا لا تقرأ في كتاب النكاح ولا تتكلم في القلب. جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج شهوة الفم هذا يقول السلف انتبه. فلا أحد يتكلم في النساء أبدا. تبغى تتزوج اذهب تزوج. أما تأتي لهذا عزوبي هنا تقول والله يا أخي ما استطعت أتحمل من يوم جيت الجامعة الإسلامية واحد من الشباب يقول والله أفتح كتاب التوحيد أرى أمامي كيف أدرس كتاب التوحيد؟ طب لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ هذا ما يفكر في النساء فيأتي هذا يقول والله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. طيب مسكين هذا تثور عنده الشهوة ولا يجد أطفئة إلا في المحرم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا في أول الحمل أشهر الأولى فلما أثقلت آخر الحمل الشهر السابع والثامن والتاسع دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا نذر أو قريب من النذر. دائما الإنسان يتمنى. وأضرب لكم مثلا معروف عندكم هذا قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية الكل قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية ما بماذا كان يدعو وهو في بلده؟ قال يا رب يا رب يسل لي المدينة يا رب أتي للجامعة الإسلامية يا رب وتنظر ماذا أصنع أطلب العلم واشتغل في المسجد النبوي وكذا 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 صح. وعندما فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب جعل له شركاء فيما آتاهما. قالوا الذي يعمل ولد الولي الفلاني شركتهم قدموا محبة الولد على محبة الله شركة صار. أو يقولوا والله الولد سلم الحبل السلمي التف حول عنقي وأنقذته الممرضة والقابلة أين شكر النعم جعل له شركاء فيما أتاه. القصة المذكورة هنا يقول عنها ابن حزم رحمه الله أنها رواية مكذوبة موضوعة ولم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يمكن أن يقع هذا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. ولم يذكر هذا في قصة صحيحة. وثم قال فتعالى الله عما يشركون ولم تكن الآية يشركان. وأن في القصة إبليس يقول أنا صاحبكما ولكن يقول هذا إبليس مفهوم. إذا لا يمكن أن نقول بهذا الرواية.
طيب يقول أنتم قلتم في بداية كتاب التوحيد أنه لا يوجد كذا، يقول هذا أثر واحد. الثاني إن صحت القصة شركاء في طاعته ولم يقل في عبادته. انتبه معي، هذا الأستاذ خرج من هنا من الباب ومرت ماقة سافرة ونظر إليها، طاعة لمن؟ ها؟ الشيطان صح؟ أشرك؟ لا. إذن شركاء في طاعته ولم يقل في عبادته وانتهى ولا إشكال الحمد لله. نعم قال حارث أصدق الأسماء حارث مهمة. هنا قصد بعبد الحارث من؟ هنا في الحديث قصد من؟ قصد الشيطان، أن يكون عبدا لغير الله، وعلى هذا ذكرنا عبد مطلب. نعم.